طيب الأمر الآخر الميزان. الميزان هذا مما جاءت به نصوص القرآن والسنة، والإجماع منعقد على أن هناك يوم القيامة ميزان تؤزن به الأعمال والأقوال، ويوزن أيضا به الأشخاص. أما وزن الأقوال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. فدل هذا على أن الأقوال توزن. أما وزن الأعمال فالنصوص كلها جاءت بقضية وزن الأعمال، أو أغلبها عفوا جاءت بوزن الأعمال. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأيضا حديث جاءت نعم في قضية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا يأتي بعد، طبعا هناك السؤال وبعدين الحساب وبعدين وزن الأعمال. وزن الأشخاص أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوض، لا يزن عند الله جناح بعوض. إذن الأقوال والأفعال والأشخاص أيضا يوزنون يوم القيامة. وهل الميزان واحد أم موازين؟ هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن التعبير عن الميزان جاء بالجمع وجاء بالإفراد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاءت نصوص أخرى بذكر الميزان مفردا. لأجل هذا نجد أهل العلم لهم طرائق قددة ومذاهب شتى في مسألة الميزان. فمنهم من يذهب إلى أن لكل شخص ميزان، كل شخص يأتي يوم القيامة له ميزان خاص به، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لكل أمة ميزان، كل أمة من الأمم هذه لها ميزان. الأمر الثالث قالوا لكل قالوا هناك ميزانان، ميزان للأعمال الصالحة وميزان للأعمال السيئة. والقول الرابع وهو القول الراجح الصحيح أن الميزان واحد، أن الميزان واحد له كفتان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام.